ازيك يا استاذ حمدان؟ الله يسلمك يا سمير. القهوة المعتادة بتاعتك برضو؟ يا سمير يا ريت، ده انا خلاص على اخري والله، دماغي هتطق. وادي القهوة التكاوي بتاعت حضرتك كده. الحساب 5 بس. 5 ايه بس دي؟ ليه؟ ايه اللي حصل في الدنيا يا ابني؟ ما حضرتك برضو المرة اللي فاتت واخدها ب5 برضو، حضرتك نسيت ولا ايه؟ صح، ممكن زهايمر بقى، معلش اعذرني. ولا يهمك، المكان مكانك والمحل محلك، في أي وقت تشرفني طبعا. وبعدين يا حمدان، آخرة الزهايمر ده ايه؟ لازم تعترف انك كبرت، كبرت يا حمدان خلاص. حتى القهوة مش فاكر انها بقت ب5، هتفتكر ايه تاني؟ هتفتكر ايه تاني؟ انا لازم اشوف حل، لازم. مسكين أستاذ حمدان، اللي بيحصل ده حاجة محزنة جدا، مش أول مرة يحصل له كده. وبعدين هو بيقول لي سمير ليه؟ أنا اسمي أحمد، مش معقولة للدرجة دي يعني. أتمنى له إنه يخف، وأتمنى لما أبقى في سنه أبقى زيه. ربنا يعافينا جميعا.